كانت هناك فعلا رغبة في الخروج من حالة الفقر وحالة العوز التي كان يعيش فيها الناس، وكان المنقذ لهم التعليم. فكان هناك شوق ورغبة جامعة عند الجميع في التعلم وفي التثقف. ولهذا ذكرت أنا سابقا فكرة أن كنا نحن شباب نتنافس في كم كتاب يقرأ في اليوم، ناهيك على التعلم في المدارس. هناك أيضا بالتأكيد عندما نتكلم على بنغازي القديمة ثم الجديدة، عندما نتكلم على بنغازي الجديدة القديمة يجب أن نعرف الدور الذي لعبته مدرسة الأمير بالنسبة للشباب ومدرسة الأميرة بالنسبة للبنات. وسيدات فاضلات يعني قام بدور رائع في تعليم المرأة في ليبيا. عندما نتكلم على خديجة الجهمي، نتكلم على طرخان، نتكلم على مجموعة من السيدات الفاضلات التي لهم باع في هذه السوق. في رجل